فقد قال الرب تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد ذكرنا أن الخوف من الله عز وجل أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الأعمال القلبية الواجبة التي هي أصل في الإيمان، فإذا زالت يزول الإيمان. فإذا قال العبد: إني لا أخاف الله أو لا أخاف الآخرة، فيكفر بذلك. فعلق الله تبارك وتعالى وجود الإيمان على شرط، وهو وجود الخوف، قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا الخوف وإن كان واجبا هو أيضا لا يصح الإيمان ولا يكتمل إلا به، ولا يكتمل سير العبد إلى الله عز وجل تأدبا وافتقارا وانكسارا إلا به. فإن حقيقة العبودية حب وذل، فإن الحب كما ذكرنا من قبل وبينا أنه نابع عن النظر إلى أسماء وصفات الجلال والجمال والكمال والنعم والآلاء، والتدبر في كلامه عز وجل وآياته الكونية والشرعية وغير ذلك. هذا الحب لابد أن يضبط بذل حتى لا يشطح هذا الحبيب. فإن إشكالية كثير من الصوفية مثلا أنهم يدعون المحبة ولكنهم لا يلتزمون بالشرائع، لا يلتزمون بالأوامر، يقولون: نحن نحب الله ويكفينا هذا الحب. لا يلتزمون باتباع السنة ويقولون: يكفينا هذا الحب. لماذا؟ لأنه لا يوجد الذل. الحب لابد أن يورث ذلا لله عز وجل. الذل هو الاتباع للشرع، هو الانقياد للشرع، هو الالتزام بالشريعة، هو اتباع السنة. وهذا الذل لا يكون إلا من خائف، بمعنى أن يخاف العقوبة، أن يعظم الآمر ويعظم الأوامر، لأنه يعلم أن مخالفة هذا الأمر يترتب عليه عقوبة في الدنيا والآخرة. فلا يورث الذل في قلب الإنسان إلا الخوف من العظيم، إلا الهيبة من العظيم، إلا الخشية من العظيم، إلا الخشوع بين يدي العظيم. كل هذه أنواع الخوف، يعني الخوف منه الخشية خوف ولكنها مخلوطة بعلم، الهيبة خوف ولكنها مخلوطة بتعظيم، الخشوع خوف ولكنه مخلوط بسكينة وانكسار. فكل هذه أنواع من الخوف. هكذا التقوى خوف ولكنها مرتبطة بالعمل قبل وقوع المخوف، يعني التقوى مرتبطة بالوقاية، أنك تتقي السخط، تتقي غضب الله قبل أن يقع، يعني أنت تجعل بينك وبين الإيه؟ الحرام مسافة. لذلك عرفها علي رضي الله عنه أنها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فهي خوف في الحقيقة. المقصود أنه لا تتم عبودية العبد إلا بحب وذل، والذل أعظم أسبابه هو الخوف من الله تبارك وتعالى. وقد أصلنا لهذا أن الخوف المقصود ليس الخوف المرضي، ليس الخوف الذي ينقل إلى اليأس من روح الله، أو القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، أو الخوف الذي يجعل الإنسان ينتقل إلى الوساوس والفوبيا، الخوف المرضي. الخوف الذي نريده هو الخوف الذي يؤدي إلى العمل، الذي يؤدي إلى الإيجابية، الذي يؤدي إلى الفرار من مساخط الله، إلى الفرار من السخط إلى الرضا، من العقوبة إلى العافية، مما يبغض الله إلى ما يحب الله. يبقى هذا ضابط الخوف الإيه؟ المقصود. وقد ذكرنا بعض الآيات في الخوف ونستكمل ذلك. فقد ذكرنا أن الخوف في القرآن يأتي بصيغة الأمر، أن الله تبارك وتعالى يأمر به، أو بصيغة أنه يجعل أهل الخوف هم أهل الاعتبار والانتفاع بالمواعظ والقرآن والذكر. فلا ينتفع بالآيات إلا الذي يخاف الله تبارك وتعالى، لا ينتفع بآيات القرآن، لا ينتفع بأحاديث السنة،
لا ينتفع بالأوامر والنواهي أن هذا حرام وهذا حلال إلا لمن يتذلل لله عز وجل ويلتزم بالأمر ويعلم أن هذه الأوامر ملزمة لأنها من عظيم، فيعظم الآمر ومن ثم يعظم الأوامر. قال: وتارة يجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المتقين، كما قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. جزاك الله خير. قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل نوع من أنواع الخوف أيضا. الوجل خوف مخلوط بمحبة. يبقى دلوقتي أنا عندي كذا حاجة: الخشية خوف مخلوط بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الهيبة خوف مخلوط بتعظيم. الخشوع خوف مخلوط بإخبات وانكسار. التقوى خوف مخلوط بالوقاية، أن تتقي مسخط الله تبارك وتعالى. الوجل خوف مخلوط بمحبة. الوجل خوف مخلوط بمحبة. قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قلنا ده ضابط ليه؟ الخوف الصحي، مسألة ليه؟ المسارعة في الخيرات. يعني دلوقتي أنا المجلس الذكر الذي نحن فيه الآن مثلا، أنت سايه؟ ستسمع آيات تخوفك، ستسمع أحاديث تخوفك. هل المقصود أن تتأثر تأثرا وقتيا وتطلع من الدرس تقول أن الرجل ده خوفنا جامد قوي، ولا المقصود أن هذا الخوف يجعلك تأخذ قرارات للتغيير للتوبة؟ المصارعة في الخيرات والمصارعة في ترك المنكرات. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دايما القرآن بيذكر الرهب مع الرهب، بيذكر الخوف مع ليه؟ مع الرجاء، لأن هما متلازمين، لأنهما متلازمان. تمام كده الكلام؟ مش مطلوب منك إن أنت تخاف إلى أن تصل إلى القنوط، ومش مطلوب منك أنك ترجو لغاية ما تصل إلى الأمن من مكر الله. لذلك قال الإمام الطحاوي، كنت قلتها قبل كده: الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. يعني الذي يأمن من مكر الله ومن عذاب الله يقول لك: لا لا، ندخل الجنة حتف، مفيش كلام. وهذا الأمر يترتب عليه على فكرة الانفلات من الشريعة. يعني هو تجد الشخص ده إيه؟ بيفعل الموبقات، يقول لك: لا معلش، أنا قلب أبيض وداخل الجنة. واخد بالك؟ ده إيه ده؟ ده أمن. وهي قبل كده احنا قلنا إن في علاقة طردية، كلما ازداد العبد إحسانا كلما ازداد إشفاقا وخوفا من الله، وكلما ازداد العبد تهتكا ومعصية وتفلتا من الشرع كلما ازداد استهتارا وإهمالا. فأنت ما تتعجبش، ما تقولش هو بيعمل كده ليه، ده المفروض بيعصي المفروض يخاف. لا، هو الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. لما نقص الإيمان بالمعاصي، الإيمان ده اللي هو الخوف والرجاء والحب، نقص الحب نقص الخوف نقص الرجاء، فطبيعي. طب الشخص اللي زاد الإيمان عنده بالطاعات يزيد الإيمان. الإيمان اللي هو الأويرنس، اللي هو الوعي، هو عارف بيتعامل مع مين، بيتعامل مع ملك الملوك. كلما ازداد طاعة كلما ازداد قلبه شفافية، كأنه يعبد الله كأنه يراه، فكأنه يرى الله في جلاله وجماله وكماله وسيطرته وجبروته وملكوته. ازداد علمه بالله، فازداد له حبا وازداد له خوفا وازداد فيه رجاء. يبقى العلاقة ايه؟ دايركت بروبوشن بيقولوا عليها الايه، العلاقة الطردية. دي العلاقة الطردية المباشرة. هتزداد طاعة هتزداد خوف، هتزداد معصية وانفلاتا وتفلتا هتزداد استهتارا. ما تجيش بقى لما تبقى عندك معاصي تقول انا قلبي قاسي ليه، ما بقيتش اخاف ربنا ليه، ما تتساءلش. اما تلاقي الخوف قل، اعرف ان في معاصي كتير، في ذنوب كتير. تلاقي الخوف زاد، اعرف ان هنا ايه، حالتك الإيمانية افضل. وما دام انت خايف يبقى انت هتطور، يبقى انت هتقوم، يبقى انت هتصلح، يبقى انت هتتوب. لكن لما فيش خوف
ومفيش ندم، مفيش احساس بالخطأ، مفيش احساس بالخطر. الشخص اللي بيقع تحت التهديد والخوف والخطر هو اللي الشخص اللي ايه اللي بيصارع على البقاء، بيصارع على الوجود، بياخد قرارات بسرعة. ليه؟ لان انا في ازمة. وعشان كده حتى بتوع التنمية البشرية وغيرهم يقول لك دايما عيش في ازمة. اللي بيعيش في ازمة تلاقيه بينتج، اللي بيعيش في ازمة تلاقيه لا يهمل. الله ليه يعيش في هنفضل عايشين في أزمة على طول؟ يقول لك العيش في أزمة ده اللي انت تعيش في أزمة، أزمة التطوير، أزمة اللي انت عندك تحدي معين، دايما هتلاقي ايه الأمر يختلف. عشان كده بعض برضو علماء النفس بيتكلموا ان قلق الامتحانات ده مفيد، قلق ومفيد. أيوة في قلق طبيعي، عندي امتحان بكرة، الطبيعي ان انا ابقى قاعد كده يعني مأنتخ كده وجميل؟ لا طبعا، طبيعي ان انا ابقى قلقان. طب ده انا بذاكر، انا بذاكر هو باخد بالاسباب، ايوه، بس انا خايف برضو على ادائي، خايف على مجهودي، ده مفيد. عدم وجود القلق مشكله، ليله الامتحان مش هيشتغل، مش هيذاكر اصلا. نفس الكلام بس بشكل طبعا مختلف، لان امتحانات الدنيا دي لا شيء بالنسبه لامتحانات الاخره. امتحانات الدنيا مهما حصلت ليها ملاحق، ليها سمر كورس، ليها اي هتعيد السنه مش مشكله. لكن الاخره حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مفيش ملاحي، هو امتحان واحد. فطبيعي اللي انت في الامتحان، الامتحان ده خد بالك عبارة عن ايه، أسئلته عبارة عن ايه، أيام حياتك، ليالي حياتك، مواقف حياتك، قرارات حياتك، اختيارات حياتك، كل اختيار، كل موقف، كل ليل، كل نهار، كل ساعة، كل دقيقة سؤال. يبقى طبيعي ان القلق يبقى شغال معاك على مجهودك، على الخاتمة بتاعتك، على درجاتك في الجنة، على نجاتك من النار. طبيعي تبقى قلقان ان انت قبرك يبقى روضة من رياض الجنة، لا يكون برزخا من لا يكون حفرة من حفر النيران. طبيعي ان انت تكون قلقان ان ترى الملائكة سود الوجوه ولا بيض الوجوه. طبيعي ان انت تكون قلقان في وقت سكرات الموت، هقول ايه وانا بموت؟ لا اله الا الله، ولا حاضة دندن بالأغنية اللي أنا طول اليوم بدندن بيها. طبيعي بقى الآن. يبقى القلق ده مفيد، مفيد ليه؟ هيؤدي للتوبة، هيؤدي للاستغفار، هيؤدي للتدارك، هيؤدي للاستدراك، هيؤدي للمصارعة في الخيرات. تمام؟ مع الخوف لابد ألا تفقد الأمل، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يبقى أنت مع الخوف اللي هيشغلك ما تبقاش تيائس، لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، مفيش قنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مفيش يأس، بس مع ليه؟ مع الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب اللي حينتج له الدافعية والفاعلية في الخوف. يبقى الخوف دافعية وفاعلية تخليك تاخد بالأسباب، وانت بتاخد بالأسباب يحدوك الرجاء أن الله سيقبلني، أن الله سيتقبل عني الصدقات، سيتقبل عني التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويعلم ما تفعلون. الله تبارك وتعالى يتقبل عن عباده التوبة، وقيهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، أنه يقيك السيئات في الدنيا وفي الآخرة. يبقى في أمل، يبقى ده ليه؟ الخوف مع الرجاء. طيب ليه دايما بنقول إن الخوف يغلب عليك في الدنيا؟ عشان دي دار العمل. فإذا جاءت سكرة الموت غلب الرجاء، عشان خلاص ما فيش في إيديك حاجة إلا حسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي فليضمن بما شاء. هنا بقى يغلب ايه؟ حسن الظن، وهو الايه؟ الرجاء. ليه؟ خلاص ما فيش حاجه يعملها. يبقى الخوف وقت العمل لتحقيق الايه؟ لتحقيق العمل. عليك الصلاه والسلام وبركاته. الخوف وقت الدنيا في دار الدنيا لتحقيق الايه؟ العمل. فاذا جاء اللحظه التي ليس فيها عمل وانما هي سكرات الموت يغلب فيها الايه؟ الرجاء. واحنا قلنا قبل كده إن الخوف خادم والحب والرجاء مخدومان.
يعني الحب والرجاء بيكملوا مع الإنسان مسيرة حياته فين؟ في الجنة. حالان من أحوال أهل الجنة لا ينفك عنهما الإنسان، الحب والرجاء. طب الخوف ينتهي مع أول قدم تضعها في الإيه؟ في الجنة. لذلك احنا ليه بنقدم الخوف قبل الرجاء؟ عشان الخوف ده هو الذي يحرق من قلبك الشهوات ويطهره وينشئ في القلب الدافعية للعمل. تمام؟ بعد ما يشتغل ما يبقاش بقى بيشتغل ويقولك انا حاسس انا مهما اشتغلت ربنا مش هيقبل مني. لا، ده سوء ظن بالله. ما دام بتشتغل تاخذ بالاسباب، لابد ان ترجو الله تبارك وتعالى. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. تمام؟ يبقى مين اللي يرجو رحمه ربنا؟ اللي امن وحقق الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. اللي هاجر في سبيل الله تبارك وتعالى، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه بتحقيق التوبة والأوبة، المجاهد الذي جاهد نفسه في الله وشيطانه ثم أهل نفسه للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني وصل إلى ذروة سنام هذا الدين. إيه ده؟ تحقق الدين ظاهرا وباطنا، ده اللي بيرجو. يبقى احنا لازم نعمل الكيمياء دي، المعادلة دي، نزود الخوف لغاية ما نشتغل، اشتغلنا نبدأ نزود الايه؟ الرجاء. الرجاء على لدرجة اللي انت ايه بدأت تقلل الشغل تزود الخوف تاني عشان تزود الشغل. زودت الشغل تبدأ تزود الايه؟ الرجاء. تمام كده الكلام؟ زودت الرجاء بس حسيت ان الشغل بدأ يقل والاداء والبرفورمانس بتاعك بدأ ايه؟ تنتخ فيه وتتكاسل وتتأخر وتفطر، نزود الخوف تاني. الله، انا موريش حاجة بقى، موركش حاجة، ما وركش غير ان تصلح قلبك ما بين الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة، الفرار من عقاب الله إلى رضا الله ونعيم الله تبارك وتعالى. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يبقى السرعة كم سي سي في الخيرات؟ تقيس نفسك كده. تعرفين في إيه؟ في القبر حين يدخل الجليس الصالح والجليس السوء على الإنسان، فيقول الجليس الصالح إيه؟ يأتيه أبيض الثياب أبيض الوجه له رائحة طيبة، فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. قل ألا تعرفني؟ أنا عملك الصالح، والله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. الثاني يأتيه أسود الثياب أسود الوجه له رائحة خبيثة، يقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالشر، إيه اللي جابك دلوقتي على وشك قتيل؟ فيقول ألا تعرفني؟ أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا سهر الليالي والحاجات كلها إحنا مدفنيه سوا. ألا تعرفني؟ أنا عملك السيء، والله ما علمتك إلا بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا. إيه يا جماعة ده؟ السرعة. أنا مش عايزك بس مجرد اللي أنت بتعمل الطاعة، لا، إحنا ما نتكلمش على أن واحد دلوقتي بيعمل الطاعة بس، لا، إحنا نتكلم على البرفورمانس نفسه، الأداء. في تردد؟ بتاخد يعني سنة عمال ما تقرر تنزل الفجر؟ بتاخد أسبوع عمال ما تقرر أنت تصوم اثنين وخميس؟ بتاخد شهر عمال ما تقرر اللي أنت تاخد اللي أنت تروح الدرس؟ مصارعة، تسمع الأذان تقوم على طول وتقوم قبل الأذان، تحافظ على الوضوء في كل أحيانك. قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إيه ليه الـ 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 الشعيرة دي أو الشعبة دي من شعب الإيمان؟ تدل على الإيمان اللي هي الحفاظ على الوضوء، الجاهزية يا جماعة، يسمى حاجة اسمها الجاهزية. أنا في كل وقت جاهز. جاهز ليه؟ للذكر، لأن أمس المصحف، لأن أقرأ القرآن، اللي أنا الأذان يأذن أصلي، قبل الأذان عايز أتنفل في أي وقت، الله أكبر دخلت على الملك. إيه ده؟ الجاهزية. ده شخص مستعد، مش لسه بقى هيكتشف إن هو في وقت اللي أما يدخل الوقت يبدأ يدور على مكان يتوضى فيه. لأ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هو أصلا مستعد لأي وقت يتوجه للقبلة ويصلي، مستعد في أي وقت بالأذكار واللهج بالذكر، يعني يمس المصحف، عنده جاهزية دوما للاتصال بالله تبارك وتعالى. تمام؟ المقصود يعني إن هو مسارع، الأداء، السرعة في الأداء. تعرض عليك المعصية، ها متردد بقى وتبدأ تفكر ونبدأ إن احنا نذكرك ونبدأ، ولا على طول تصرف بصرك
معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. في أي لحظة تلاقيها في جاب كده في الوقت عندك تغتنم هذا الوقت، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا ترى في جاهزية في القلب على طول للذكر، جاهزية في القلب على طول للبكاء من خشية الله، جاهزية في القلب على طول إن هو يتعلم خيرا. مش محتاج إن احنا نعمل لك بقى مقدمات ونديك مهدئات عشان تيجي تحضر الدرس، لا ده انت حضرتك اصلا ايه في اي وقت، انا محتاج، انا عندي حتى لو ما فيش درس حضوري انا بسمع اونلاين، انا بقرا اونلاين، انا عندي اوراد شغال فيها. جاهزيه، مسارعه، في دافع دوما، دافع صادق بيحركك. تمام، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى الرهب هنا هو خوف مع هرب، خوف مع هرب من المعاصي، الرهب. وكانوا لنا خاشعين، الخشوع خوف مع ايه؟ مع انكسار وتضرع لله واخبات. عشان كده سميت الارض الخاشعه الارض الساكنه المنخفضه، وترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني ايه الارض خاشعه؟ يعني ساكنه ومنخفضه، فدي حين ينزل عليها الماء تنتفع بالماء، ليه؟ لانها بتشربه، فتنبت من كل زوج بهيج. وهكذا الأرض القلب إذا انخفضت، إذا تواضع الإنسان لكلام ربه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تواضع للحق فيطبقه، مش كل ما تيجي تنصحه تأخذه العزة بالإثم، عمره ما هيتغير. ليه؟ لأن هو بيستقبل النصيحة بإيه؟ بشموخ، قلبه كده إيه؟ متكبر عليها فلا يقبلها. لكن القلب لابد أن ينخفض كالأرض حتى ينتفع بالماء. الجبال الرواسي دي والهضاب والحاجات دي لا تجدها تنبت، المية تيجي تنزل عليها تنزل من جنبين. وهكذا أراضي القلوب المتكبرة لا تنتفع بالموعظة، كل ما تسمع كلام الكلام ده مش عليا، الكلام ده حد تاني. تيجي يسمع كلام عن النفاق يقول لك نفاق، احنا بتاع النفاق برضو، النفاق ده كان زمان على ايام عبد الله بن ابي بن سلول، دلوقتي مفيش نفاق، احنا مالنا بالنفاق. وهو اصلا يكون ايه؟ منافق الى مشاشه، من اخمص قدمه الى مفرق راسه، واخد بال حضرتك؟ وزي ما قلنا الشخص اللي ما بيخافش ده دليل على الاستهتار، دليل على الاهمال. والا فان عمر رضي الله عنه كان يخاف النفاق، يذهب الى حذيفه رضي الله عنه ويقول له بالله عليك اسماني لك رسول الله في المنافقين. عمر الفاروق مبشر بالجنه، عمر انه لو كان نبيا بعدي لكان عمر يخاف النفاق. وهو ده طبيعي يا جماعه، زاد الايمان فيزداد الخوف، هو مدرك ده وفهمه كويس جدا. ولو ما لقاش الخوف يقلق، عشان كده الإمام أحمد كان يقول إيه؟ ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. أنت لو مالقتش خوف تقلق، تعرف في أزمة، تعرف في قسوة، تعرف في ضعف إيمان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وش معنى كده اللي أنت تخاف تفضل موسوس بقى؟ لا، خوف ينقل اللي أنت محافظ على الفرائض، تتبعها بالنوافل، تتوب من المعاصي. يعني خوف يتبعه إيه؟ عمل. قال صلى الله عليه وسلم من خاف ايه؟ ادلج، وان ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله ليه؟ الجنه. يبقى انا خايف، اتصل بيك كده يقول لك انا خايف قوي من ربنا، قوم اتوضى وصلي. يقول لك ايه يعني؟ انا خايف قوي من المعصيه الفلانيه، انتهي عنها. ماشي، انت خايف وبعدين؟ قرار بقى، عايزين قرار. انا خايف قوي يا سنه بعمل كذا، خلاص ما تعملوش. انا خايف قوي اصل ما بصليش في جماعه، صلي في جماعه. انا خايف قوي اصل انا لساني بهدلني معاه، خلاص امسك لسان. وانت بلبوس يعني في عفريت لابسك مثلا، ولا انت ماسك لسانك ده تقدر تمسكه؟ يعني ما فيش داعي للايه؟ للدراميات، يدخل في دراما تراجيديا. انا خايف وبعدين؟ خوف يتبعه ايه؟ عمل، يتبعه قرار، يتبعه تغيير. قال يخافون ربهم من فوقهم، ده عن الملائكة. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قيام الليل اهو تتجافى بينه وبين الفراش جفوة، يقول لك فلان ده جافيني يعني خاصمني ما بيكلمنيش، هو كده مع السرير في مشاكل منهم، مفيش توافق، واخد بالك يعني بينقط ساعتين ثلاثة بالعافية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. السرير مش عارف يتلايم عليه ولا هو عارف يتلايم على السرير، ليه؟ وراه شغل، في ناس وراها امتحانات، وراها بلاش وراها امتحانات، وراها تارجت، وراها مشكلة بتفكر فيها مش عارف هنا. طيب يا ترى بقى انت من في الليلة كده مثلا، ليلة عدت واحدة آية كده جعلتك تسهر طول الليل، آية أو صورة أو ركعة طولت فيها جدا، سجدة، دعاء، بدل ما انت فعلا بتسهر بس تسهر على موبايل. كان قتادة يقول قلما سهر الليل منافق، من علامات الإخلاص، احنا اتكلمنا الموضوع ده بالتفصيل قبل كده سألت قيام الليل، من علامات الإخلاص قيام الليل، ليه؟ أصلا انت مش محكش حد ولا في لايكات ولا تشيرهات ولا سيلفي ولا اي حاجة، تقطع عنك كل مواد الرياء، طول النهار انت في مواد الرياء. قيل الشعبية عالم قال انما العالم وايه من يخشى الله تعالى، تمام. وقالت ام سفيان الثوري لسفيان يا سفيان انظر الى كل مسألة تعلمتها، فكل مسألة زادتك فإن لم تزدك من الله خشية فهي وبالا عليك. خد بالك سفيان الثوري ده أمير المؤمنين في الحديث زي يحيى بن معين كده. في كثير من مسائل مصطلح الحديث مسائل جامدة في العدالة، وفي تعديل الرجال وجرحهم، في علم الرجال، في قضية الإسناد، هل هو منقطع، هل هو معضل، هل هو صحيح الإسناد متصل، في أمور جامدة كده. ده بيسميه احنا في العلوم الشريعة علوم خادمة، علوم خادمة. يعني ايه علوم خادمة؟ علوم ليست غائية انما علوم وسيلية. يعني انا من خلالها بقول الحديث ده صحيح او ايه او ضعيف، بعد كده بفهم الحديث فبيورثني الخشية، معاني الحديث هي اللي بتورث الخشية، معاني الايات هي التي تورث الايه الخشية، صح كده الكلام؟ طيب كون ان انا افهم بقى اصول اللغة واصول النحو واصول البلاغة واصول الفصاحة وعلم مصطلح حديث، كل دي حاجة اسمها خادمة، وسيلة عشان أبدأ أفهم القرآن وأبدأ أحقق أو أتفهم معاني الحديث الصحيح، بس بعد ما أثبت أنه إيه؟ أنه صحيح. ومع ذلك المسائل اللي هي الخادمة دي الوسيلية دي لازم أنت وأنت بتتعلمها تبقى نيتك أن أنت بتتعلمها كوسيلة عشان تفهم الآيات والأحاديث التي بها تزيدك خشية وتزيدك عملا وصلاحا واستقامة، وإلا يكون العلم غير نافع. عشان كده تجد الناس اللي ما عندهاش النية دي بتتفاخر بالعلوم وتتفاخر بالكتب وتتفاخر بالأسانيد وتتفاخر بالإجازات وتتفاخر بالقراءات وتتفاخر بالشهادات. الله، هو انت المفروض الحاجات دي تزيدك انكسارا. انا ليه حاسس ان انت لابس الشهادات وانت بتكلمني؟ ليه حاسس ان انت يعني بتكلمني بنبرة ان انت عايز تقول كده؟ الشهادات دي غير نافعة لك ولا تنفعك ما دمت تتكاثر بها، انما المقصود منها هو ان تتعلم النصوص فتزيدك عملا صالحا فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس رفقا ورحمة ولينا وحسن خلق. قال عشان كده بص هو قال ايه في الآية سورة الرعد، دي اول آية قلناها النهاردة، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم. ايه الذي امر الله به ان يوصل من الصلاة والعلاقات؟ بر الوالدين، صلة الرحم، الوفاء للصديق. الله، ده في حاجات صلات اهي. ما انا قلت لحضرتك ان العلاقة الرأسية التي بينك وبين الله خشية وحب وخوف ورجاء لازم تنعكس في العلاقة الأفقية بينك وبين الناس.
بيرى اثر هذه الايه؟ التقوى، هذه الخشيه، هذا الخوف، هذه الهيبه، هذا الخشوع، تواضعا للخلق، رحمه بالخلق، صله للارحام، برا بالوالدين، حسنا للخلق. عشان كده ان الرجل لا يبلغ درجه الصائم القائم بحسن خلق. اقربكم مني مجلسا احاسنكم اخلاقا. الله، ايه ده؟ ازاي في ترابط كده؟ ما هو حسن الخلق ده انعكاس لسلامه القلب، لطهاره القلب، لصدق القلب، لاخلاص القلب، لخوف القلب. ما هو انا بتعامل مع الناس مش عشان الناس بقى، خلاص. عشان كده قلنا كلام شيخ الاسلام الجميل ده، سعاده العبد في معامله الناس ان يعاملهم لله فلا يخافهم بل يخاف الله فيهم، ولا يرجوهم بل يرجو الله فيهم، ولا يطمع فيهم بل يطمع في الله فيهم. يعني بيطمع في رحمة ربنا وهو بيتعامل معاه، يعني ما بيعلهمش هم. طب هم لو ما شكروش، طب هم ما قدروش، طب هم لو ازدادوا يعني جفاء، مش شايفهم أصلا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاءه وقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويحرمونني، أتجاوز عنهم ولا يعفون عني. قال إن كنت كما تقول فكأنك تصفهم المل، وكان معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصله. طيب أنا دلوقتي واحد ما بيعبرنيش، الله، أنا إيه اللي خليه أعبره؟ خوف الله، ما أنا مش بتعامل معاه، مش بتاجر معاه، الربح مش مستنيه منه، التقدير مش منه. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا ايه ولا شكر. ايه اللي يثبت قلبك على كده؟ ان قلبك يكون موصولا بالله عز وجل حبا وخوفا ورجاء ويقينا واخلاصا وصدقا وانكسارا وافتقارا وتوبه، كل الاعمال القلبيه بقى. لك حال مع الله، انت لك وقت مع الله. قال وتارة يذكر أن العاقبة في الدنيا لهم. دي اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت وما ذكرناش الآية دي، بس اتكلمنا عامة عن مسألة أن التمكين في الأرض والانتصار في المعركة مع الباطل مرتبط بقلوب صادقة خالصة مخلصة تخشى الله عز وجل. دول الذين يمكن الله لهم في الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن الأرض لا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. يبقى العاقبة لمين؟ لمن يخشى الله. ذلك ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يبقى الذي يخاف مقام الله. احنا قلنا تفسير من خاف مقام الله ولا لأ؟ احنا عندنا دلوقتي ايه؟ ثلاث آيات فيهم مقام الله. ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني إيه مقام الله؟ يقول لك ليها معنيين. المعنى الأول مقام الله أي قيام الله بالسمع والبصر والاطلاع عليك في الدنيا. قيامه، قيوميته. قيوم السماوات والأرض، قيم السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض. سميع بصير قريب. مقامه عليك، قيامه عليك، اطلاعه عليك، سمعه وبصره لك. انت خايف ده في الدنيا، مستحضر مراقبة الله لك فتخاف، فتنزجر وترعوي عن النواهي وتستقيم على الأمر. عشان كده احنا قلنا ايه؟ أخوف آية في سورة هود، يعني في ذكرنا هذا، ان هذا موجود في بعض الآثار، وهو ايه؟ وهو قوله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا إيه ولا تطغوا. قلنا ليه الآية دي هي أخوف آية؟ مع إنها أوامر أهي ما فيهاش خوف. لا، معناها بعد ما سورة هود كلها إيه؟ قصص هلاك الأمم. يبقى معنى كده أني إن لم أستقم سيفعل بي مثل ما فعل به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، فاستقم كما أمرت وإيه
ومن تاب معك ولا إيه؟ ولا تطغوا. يبقى أنت حين تستحضر أن الله هو القوي المتين، وأنه الشديد العقاب سريع الحساب، وأنه السميع البصير، وأن هذا الذي يراك ويسمعك هو الذي سيحاسبك في الدنيا قبل الآخرة، هتتعدل. إن ربك لبالمرصاد يحصي كل شيء تبارك وتعالى، على الرصد أمامك، يراك يسمعك أقرب إليك من حبل الوريد. يبقى ده مقام الله هنا في الدنيا. معنى التاني بقى، ذلك لمن خاف مقام، يقول لك مقام الله قيامه، قيام العبد بين يدي الله يوم القيامة. انت هتقف بين يديه ويحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. يبقى معنيين، قيام الرب عليك هنا في الدنيا بالاطلاع والسمع والبصر والإحاطة والعلم، أو قيام العبد بين يدي الله، بين يدي الله يوم القيامة. وكلهم آتي يوم القيامة فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول الله أي فل، أي يا فلان، ألم أذرك ترأس وتربع وتتزوج النساء، فأين شكرك؟ فيقول أي رب نسيت، فيقول اليوم أنساك كما نسيت. سيكلمك ويحاسبك، تذكرك للحوار ده دوما خليك خايف، فتعمل حساب اللقاء ده. يبقى ده معنى. المعنى الأولاني تذكرك أنه قريب منك الآن من فوق سبع سماوات، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق فما كنا عن الخلق غافلين، خليك خايف. يبقى معنيين في الحقيقة، المعنيين بيكملوا بعض، لأن الذي يراك هو الذي سيحاسبك إن كان في الدنيا أو في الآخرة. قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. بعض أهل العلم برضو بيقسموا الخوف هنا من خلال الآية دي لنوعين، يقول لك هما نوعين كده بقى، في من يخاف الوعيد وهناك من يخاف المقام. يعني في ناس إذا ذكرتهم أنهم سيحجبون عن الله عز وجل كعقوبة في الآخرة يتأثر وتفيض عينه، لا يتأثر نفس التأثر حين تذكر النار، يتأثر أكثر حين تذكر له أنه إيه؟ سيحرم من النظر إلى وجه الله وأن الله سيعاتبه. عشان كده كان حتى الإيه؟ كبار التابعين كانوا يخافون العتاب أكثر من العذاب، يخافون عتاب ربنا الأول قبل العذاب، واخد بالك؟ ولذلك كان إيه؟ كان يقول الفضيل بن عياض يمسك لحيته ويقول وسوءته منك وإن عفوت، يكسوفي منك حتى لو عفيت عني، اللي انت بس تعاتبني فيما اشترمت وخالفت. مقام عالي قوي، مقام عالي قوي. في بعض الصالحين رؤية في أحد المنامات بعد موته، فقيل له ماذا صنع الله بك؟ قال لي أو قال له أوقفني بين يديه وقال لي يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار، ثم غفر لي. أهو العتاب ده خلص كل ليه؟ كل الذنوب أصلا الموجودة، شدة الخجل بين يدي الله تبارك وتعالى. بس طبعا الناس بتحس، يعني الناس قلوبها صحية قوي، بالنسبة لها ربنا تبارك وتعالى قبل أي شيء، زي بالظبط قضية الإيه؟ الجنة ورؤية وجه الله. في ناس قضيتها تتكلم معاها عن الحور العين والأكل والشرب وفي الجنة يتأثر جدا، وتيجي تكلمه عن رؤية وجه الله هو لم يبلغ به الشوق هذا الأمر. وفي ناس أعلى بقى، قضية الشوق إلى رؤية وجه الله هي الموضوع، هو عارفين ده أعلى نعيم الجنة، أعلى بكثير من المأكول والمشروب والمنكوح والمركوب. نفس الكلام، في ناس تخاف النار أكثر من خوفها من الإيه؟ من المقام. دي ناس ضعيفة، هي مؤمنة ولكن عندهم ضعف، لسه لم يصلوا إلى الكمال. الكمال
أن يخاف المقام أعلى من خوفه من الإيه؟ من الوعيد. وفي الحقيقة هو لن يصل إلى خوف المقام إلا من خلال خوف الإيه؟ الوعيد، لأن جزء من الوعيد الحجب عن رؤيته عز وجل. نفس الكلام في مسألة الجنة، أنك تطلب الجنة ده شيء جميل، بس خد بالك أن أعلى نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله. زي بالظبط برضو العلماء بيتكلموا فيها برضو في مسألة أن أنت بتحب ربنا من خلال إيه؟ في ناس بتحب ربنا من خلال أنت تقول له نعم ربنا عليه، تقول له ربنا اداك ودان واسنان وعينين ورجلين وايدين وخلايا وخلايا بصرية وخلايا سمعية وخلايا عصبية واتقان عجيب، شوف ربنا اداك واداك واداك واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يبقى بيحب من خلال العطاء، النوال، الآلاء، وده سبب من أسباب محبة الله. بس في مقام أعلى من ده، اللي هو يحب ربنا من خلال أسماء ربنا وصفاته. حبه وتعلقه بالله مع كل اسم من أسماء ربنا وصفة من صفات ربنا، ده مقام أعلى. طب التاني ده يعني مش معانا؟ لا معانا، هو معانا، هو ماشي في الطريق، بس لسه في البداية. لسه إيه؟ في البداية. لأن الشخص اللي هو متعلق قوي بالنعم ده، تاخد منه نعمة ممكن يزمزق، صح؟ ممكن لما هو بقى إيه عامل حسابه إن أنا إيه منعم عليا بكذا وكذا وكذا، أول ما تاخد منه نعمة لأنه مش فاهم أن الله حكيم مثلا، وأن منعه هو عين العطاء، ممكن تلاقيه يزمزق شوية، فممكن يبقى عنده ضعف في النقطة دي. بخلاف الشخص المتعلق مش بالعطاء بس، هو متعلق بالمعطي، مش متعلق بالأسباب، ده متعلق بالمسبب. مش بينظر إلى الابتلاءات، بينظر إلى المبتلي، ينظر إلى حكمته رحمته. فده مهما تغيرت الابتلاءات، مهما تغيرت النعم، مهما تداولت الأيام وتغيرت الأحوال، تجده إيه؟ ثابت. فهمتوا كده المقامين في إيه؟ في الخوف وفي الرجاء وفي الإيه؟ وفي المحبة. لأن نفس الموضوع يعني مسألة أنا بقولك أنت بتحب من خلال النعم ومن خلال الأسماء والصفات، هي بالظبط أنت بترجو الجنة المأكول والملبوس والمركوب اللي هي النعم اللي في الآخرة، ولا رؤية وجه الله؟ هي بالظبط أنت بتخاف النار ونكالها وعذابها ومقامعها، ولا الحجب عن الله؟ يبقى ده مقام لسه الإيه؟ المبتدئ، وده مقام المنتهي، ده مقام المقتصد، وده مقام السابق بالخيرات. تمام. قال: وتارة يذكر غفران ذنوبهم. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم بيّن أنه أدخلهم الجنة بسبب خوفهم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال أهل الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الله، شوف أهل الجنة بقى بيقولك إيه، فلاش باك كده على الدنيا. يا كنا في الدنيا إيه خايفين جدا، أو دي صفات أهل الجنة في الدنيا، أنه خايف. يبقى اللي ما يلاقيش نفسه خايف يخاف على نفسه ما يكونش من إيه؟ من أهل الجنة. هو بيقولك كده: أنا كنت في الدنيا عامل إزاي؟ الآن. ليه؟ عشان في امتحان. أنا في امتحان، مش لسه مستني الامتحان، لأن أنا شخصيا في الامتحان. اللجنة دي، الدنيا دي لجنة كبيرة، والورقة ممكن تسحب في أي لحظة، مش معروف حتى وقت الامتحان، سكرة الموت تأتي سحبت الورقة. فطبيعي أن أبقى خايف وقلقان. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أهلنا حتى كانوا واخدين بالهم من الموضوع ده، يعني هتجد حتى كثير من أهل التابعين كانوا بيلوموهم على خوفهم، إن كان الربيع بن خثيم، إن كان محمد بن واسع، أنت خايف كده ليه؟ الحسن البصري كان يلام في ذلك. ان انت في سمت في حياتك، سمت ايه؟ سمت اللي انت مش مستبيع، سمت اللي انت مش ضامن، مش مغسل وضامن جنة، سمت اللي انت هتح موضوع اللي انت اصلا انا راجل صالح وراجل طيب ومفيش كلام ده، بالعكس انا قلقان دايما. ايه بيقول الناس؟ يعني انا نفسي بس ربنا يغفر، انا نفسي ربنا يتقبل مني، نفسي ربنا ياخذ بيدي وقلبي الي اخذ الكرامي علي. على طول ما بيتعاظمش، ما بيتكبرش، مش شايف نفسه. تمام. فهذا الامر يرى ايضا اهلوهم يرون ذلك،
إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم هو الهواء الساخن، وده نوع من أنواع العذاب اللي هو يأتي على الوجه فيحرقه. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه. أنا بقى الجمال بقى في الآية دي في إيه؟ إنه اختصر كل السير إلى الله وكل حياته في كلمة ندعوه. يعني الصلاة والزكاة والحج والعمرة وطلب العلم والدعوة، كل ده كأنه قلبه قائم متضرع بين يدي الله، يا رب اغفر لي وتقبل مني. عشان كده الدعاء هو ليه؟ هو العبادة، وحقيقة كل الأعمال الصالحة دعاء. انت بيبقى قلبك في ايه وانت بتصلي؟ يا رب تقبل مني، يا رب اغفر لي. قلبك ايه وانت تتصدق؟ يا رب تجاوز عني، يا رب تصدق علي، يا رب تصدق علي بالنجاة من النار، بالعتق من النار، تجاوز عني يا رب. وانت بتتجاوز عن فلان وبتكذب غيظك عنه وبتسامحه، يا رب تجاوز عني كما تجاوزت عنه. يبقى في الحقيقة قلب الإنسان في كل العبادات عبارة عن هو بيدعو. إنا كنا من قبل ندعوه، حياتنا كلها كانت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، بس دي حياته. وذلك انت هتلاقي في كده في بوصلة حياة الإنسان، اللي هي زي ما الأعرابي قال النبي إني أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار، دي حياتي. قال وحولها ندندن، هي دي بقى حولها تدندن. حياتك كلها دندنة، صلاة، زكاة، صيام، حج، عمرة، طلب علم، دعوة إلى الله، صلة رحم، بر الوالدين، حسن خلق، دندنة. قضيتك المحورية التي تدور في فلكها، قضيتك المركزية أن تفوز بالجنة وأن تنجو من النار. رحمكم الله. قال إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر هو الذي يوصل البر بطريق جلي أو بطريق خفي. البر هو الذي يوصل لك البر أي الخير بطريق جلي، حاجة أنت شايفها، أو بطريق خفي غصب عنك تلاقي الخير جالك، من خلال بقى صاحب، من خلال مذكر، من خلال موعظة، من خلال حادثة، من خلال مرض، تلاقي نفسك اتغيرت، طبت، وانت شايف ان هو ايه اللي بيحصل لي ده، هو ده البر، هو ده الخير. عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. انه هو البر الرحيم. الرحيم هي ذو الرحمة الواصلة الخاصة بعباده المؤمنين، غير الرحمن. الرحمن ذو الرحمة العامة التي تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، رحمة عامة لجميع الخلائق. لكن الرحيم رحمة، هو ذو الرحمة الخاصة، رحمة خاصة لعباده المؤمنين بأن يدلهم عليه وأن يعرفهم به. الرحمة دي يا جماعة مش مرتبطة بالمأكول والمشروب والملبوس، مش مرتبطة بالمشترك بينك وبين الكافر في الأكل والشرب واللبس وجريان الدم في العروق وكهرباء المخ إلى الأعضاء، لا. الرحمة دي مرتبطة بالهداية، مرتبطة بأن يهديك، بأن يعرفك الطريق، يعرفك أنت مخلوق ليه، بدل ما أنت قاعد حيران كده. تخيل في واحد اما واحد يبقى مولود ومش عارف ابوه ولا امه في دار ايتام، هيتجن. عايز اعرف ابويا وامي يا جماعه، عايز اعرف فصلي واصلي يا جماعه، جابوني ليه؟ طيب اذا هم مش عايزيني، يعني مش عايزين يعرفوني لو هم احياء. هذا شخص لا يعرف اباه ولا امه فيتخبط ويتشوش، فما بالك بمن لا يعرف ربه؟ قد ايه الشخص ده عنده خواء، عنده قلق، بنسميه في علم النفس قلق فراغ المعنى، ما عندوش معنى يعيش عشانه، ما عندوش بوصله، ما عندوش هدف، ما عارفش بقى اللي خلق ابوه وامه بقى او اللي خلق الحياه. تخيل ان في ناس عايشه وبتأصل لده، تقول لك ايه المشكله لما تعيش ملحد؟ ايه المشكله؟ لا، مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره قوي، انا عايش كالبهيمه، لا ادري
أنا هنا ليه؟ من الذي أوجدني؟ لماذا أوجدني؟ بلا هدف بلا غاية، أنا ما استحملش ده. أنت لو في أي موقف ولا في أي شركة ولا في أي شغل ولا في أي لعبة مش عارف هدف بتعمله، ما تكملش الموضوع، مش هكمل، أنا مش فاهم، ما أحبش أبقى على عماية. أنا أقول لك كده، ما أحبش أبقى على عماية، فهمني أنا رايح فين، فهمني أنت عايز مني إيه، أنت بتعمل كده ليه. دي حاجات بديهية ضرورية، حاجات فطرية في الإنسان، السؤال عن المعنى، السؤال عن التفسير. ما اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده لما شرحنا مدرسة العلاج بالمعنى، اللي هي مدرسة علاج نفسي اللي هي أسسها فيكتور فرانكل. تمام، دي حاجة فطرية، البحث عن الغاية في كل حاجة بتعملها في حياتك، البحث عن الغاية. طب تكون بقى يعني سئل الأعرابي كيف عرفت الله، قال إن البعر يدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، وإن سماء ذات أبراج وبحارا ذات أمواج وسبلا ذات فجاج لا تدل على العلي الكبير. يعني انتوا يا جماعة بتهزروا، انا ما بمشي ولاقي فوت برينتس على الارض اللي هي الايه اثار الاقدام، انا اقول هنا اتعملت لوحدها؟ لا، اكيد هنا حد مشى. الاثر يدل على المسير، البعرة عزكم الله اللي انا بلاقيها في مكان اقول هنا في بعير عدى، البعر يدل ايه على البعير. طيب يبقى سماء ذات ابراج بقى بالشكل المعقد ده اللي بقى المفروض انت كل شويه بتتعلم بقى فيزياء الكم وغيرها والنيازك والشهب والثقب الاسود سماء ذات ابراج وبحارا ذات امواج، لو نقطه ماء واحده فيها ملايين الكائنات الغير مرئيه من الفطريات والبكتيريا وغيرها، بلك هذا البحر الهائج المائج الذي فيه اعماق وفيه ظلمات بعضها فوق بعض وطبقات وضغوط وطاقه وبراكين داخله، وبحارا ذات امواج وسبلا ذات فجاج دهاليز وجبال وهضاب واوديه وقفار وصحاري، عدد رمال الصحراء يقول لك ده كانه عدد النجوم الذي في السماء، ملايير حبات الرمل وحبات التراب. الله، لا تدل على هي كبير. طبيعي يبقى في هذا الفعل المتقن له صانع، له فاعل، وهذا الفاعل له غايه. دي بديهيات، ده علم ضروري، اللي ينكره ما يبقاش عاقل، مش بس مش ما يبقاش مؤمن، ما يبقاش عاقل، مصمم ان يعيش بهيمه، هو مصمم. ليه عايز يعيش بهيمه؟ حتى يتفلت من الاوامر، بل يريد الانسان ليفجر امامه، يسال ايانا يوم القيامه. يبقى هو ليه بينكر يوم القيامه؟ عشان ما تقوليش بقى حساب، ومن ثم في حلال وحرام، انا عايز افعل ما اشاء، انا حر مع الله، حر مع اوامري، اقبلها ام ارفضها. يبقى نفسيه الملحد هي نفسيه الفجور، نفسية التفلت والانفلات. عشان يسكت بقى الضمير الداخلي ده ويسكت الفطرة الداخلية التي تقول هذا حرام وهذا حلال وهذا خطأ وهذا صواب، نموت الضمير ده خالص بقى، لا إله. ليه؟ عشان نخرب منظومة الأخلاق، نفكك الأخلاق إلى شيء نسبي ثقافي اجتماعي، حسب كل مجتمع لثقافته وليه عاداته وتقاليده. ايه ده ما فيش حاجه مطلقه بقى، كله نسبي. طب اذا انتفى المطلق، خلاص يبقى المطلق الاكبر وهو الله انتفى. فيقول ولهذا قال ابراهيم التيمي ينبغي لمن لم يشفق ان يخاف الا يكون من اهل الجنه، لانهم قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. وقال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال أيضا إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يبقى دي الآيات التي ورد فيها إيه؟
مرادفات الايه؟ الخوف من الخشيه والخشوع والوجل والتقوى. قال عن وذكر الخوف في السنه ايضا عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف ذنوبي. يبقى رجاء وايه؟ وخوف. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يمنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أعطاه الله مالا وولدا فلما حضرته الوفاة قال بنيه أي أب كنت لكم؟ كنت أب عمل إزاي ليكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، يعني ما عملش ولا خير في حياته، وإن يقدر الله عليه يعذبه. وقال له إذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الرياح، فإن قدر الله علي فيعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ثم أمر الله فعلوا ذلك فأمر الله به أن يكون فكان بين يديه، فقال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك. طبعا الحديث ده اصل في مساله الايه؟ العذر بالجهل، وان الانسان الذي يجهل امرا هو طبعا ايه؟ هو كده شك في الاخره ان ربنا هيجمعه، شك في هذا وشك في قدره ربنا ان قدر الله عليه. تمام؟ هذا الشك طبعا لوحده ايه؟ كفر. بس هو الراجل ده كان جاهل، والذي حمله على ذلك هو ايه؟ هو الخوف. الخوف من غير بصيرة العلم. قال الله ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك فغفر الله له. تمام؟ طبعا الحديث أصل في مسألة العذر بالجهل وأصل في فضيلة الخوف. قال هذا الحديث إلى آخر. وكذلك حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، قال إيه؟ إني قال الثاني كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة فراودتها عن نفسها فخضعت لي حتى إذا قعدت بين شعابها الأربع قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إليه. يبقى إيه اللي جفف الدماء في عروقي حتى ذهبت الشهوة وقام خوف الله تبارك وتعالى؟ يبقى كده احنا أخدنا النصوص في القرآن والسنة عن مسألة الإيه؟ الخوف، وبإذن الله نبدأ في الأسباب والثمرات الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.